مشكلة الفيديو ده والله. ايه ده؟ الو أسامة، الحق ابنك يا حبيبي. ايه بتقول؟ ايه المشهد اللي شفناه ده؟ تمثيلي لكنه يمت للواقع بكل صلة. كل اللي بيشوف الفيديو دلوقتي اغلى حاجة عنده هي ابنه، وممكن لا قدر الله لو اتحط في نفس الموقف رد فعله هيكون اقوى من كده بكتير. كله الا الضنا. الشيخ حازم شومان، اكيد كل واحد بيشوفني دلوقتي ولو لمرة واحدة سمع او شاف الشيخ حازم. سمعته مرة بالصدفة في ميكروباص، سمعت له خطبة في يوم من الايام، ايه قدامك مقطع مؤثر لي على السوشيال ميديا. بس اللي انا متأكد منه جدا انك تعرف الشيخ حازم، حتى لو متعرفش اسمه لو جات قدامك صورته اكيد هتعرف. بنسبة 90% بيدور في دماغك دلوقتي سؤال، معلش يا أسامة، يعني ايه علاقة المقدمة اللي انت عملتها في بداية الفيديو دي بالشيخ حازم؟ يعني دونت ميكس خالص، ايه العلاقة؟ أسامة انت عايز ايه؟ انا جاي اقول لكم النهاردة ان ابن الشيخ حازم شومان، خالد حازم شومان، بين الحياة والموت، ولا يوجد ليه علاج عند اطباء البشر. مريض مرض نادر جدا لما حد بيشفى منه، وخصوصا لو كان طفل عنده 9 سنين. الشيخ حازم شومان كان سبب في اني امشي في طريق ربنا، فكان من باب رد الجميل لما الاقي الشيخ حازم في ازمة زي دي وانقطعت كل اسباب اطباء البشر في علاج ابنه، اننا كلنا دلوقتي نجتمع ونطلب من رب البشر سبحانه وتعالى انه يشفي خالد حازم شومان بقلب صادق في ايام مباركات في جوف الليل، ركعة او ركعتين قوم فيهم الليل واطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يشفي، وهو القادر الشافي سبحانه وتعالى انه يشفي خالد حازم شومان. خليك فاكر كله الا الضنا. يا رب اشفي خالد يا رب. اللهم اشفي خالد شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي خالد شفاء لا يغادر سقما.